السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أسعد الله أوقاتكم إخواني النحالي. في عجالة الحديث حول التطريد أثناء الموسم، يشتكي كثير من الإخوة النحالين كيف نكافح التطريد أثناء المواسم. نحن الآن مثلا في موسم السدر ونهدف إلى إنتاج عسل وفير، فجأة يظهر لنا هناك تطريد، ما هي الإجراءات اللازمة للوقاية من التطريد أثناء المواسم؟ محاضرة قيمة للأستاذ الفاضل أبو مازن الأهنومي من اليمن، فكونوا معنا. أفهم من كلامك، السلام عليكم، أفهم من كلامك أني خلايا، هذا أنك معك خلايا حديثة وليس أجباح. إن كانت خلايا حديثة فحاول تخرب البيوت الملكية باستمرار، كلما ظهرت عندك بيوت ملكية حاول تخربها وتوسع للنحل، يعني ترفع الحضنة المغلقة كلها إلى فوق، يعني تعمل لك دور ثاني، ترفع الحضنة المغلقة إلى فوق كلها 2-3-4 إطارات حضنة مغلقة، ارفعها إلى فوق وحط نازل إطارات أساس وخرب البيوت الملكية تماما. وبعد 3 أيام تكشف وتتأكد إذا كان في بيوت ملكية أخرى خربهن. النحل سوف ينشغل بعد ذلك بالبناء، إذا توارد الرحيق من المرعى سينشغل ببناء البيوت الأساسات في الدور الأول، هيكون مع 3 أساسات، 2 أساسات، 4 أساسات، كم ما كان عندك على حضنة اللي هي حضنة مغلقة، بدل هذا أنت ترفعها فوق بنحلها، طبعا ترفع الإطار بنحلها فوق للدور الثاني، وتنزل أساسات النحل ينشغل بالبناء وينصرف، ويبدأ التوارد حق الرحيق حق السدر وينصرف عن التطريد، يبطل يطرد. إذا ما كان عندك عاسلات، ممكن تأخذ الحضن المغلقة، أول شيء تخرب البيوت الملكية تماما، تأخذ الحضنة المغلقة وتدعم بها الضعيف وتستبدل إطارات طبعا بدون نحل، تنفض النحل في الخلية الأصل وتشل الإطار الذي فيه حضنة مغلقة بدون نحل، تدعم بها إذا في خلية ضعيفة تعطيها ضعيفة أو متوسطة أو لسه ما امتلت للنهاية تعطيها هذا الإطار يدعمها. قسم مثلا عندك هذه الخلية فيها 3 إطارات، حطيت إطار هناك وهذا وإطار هناك وإطار هناك، 3 إطارات، أصبح الآن عندك فضاول 3 إطارات، ضيف إطارات أساس، وبعد 3 أيام ضيف بدلهم 3 أساس، وبعد 3 أيام كشف إذا لقيت بيوت ملكية أيضا خربهن. توارد الرحيق سيجعل النحل ينصرف عن التطريد، وفي نفس الوقت يبدأ في البناء وينشغل بالبناء. ما عندك شيء لا هذه الطريقة ولا الأولى ولا شيء، خذ الملكة ونقلها في خلية جديدة على إطار واحد حضنة مغلقة، على إطار يعني إطار واحد حضنة مغلقة ارفعه بنحلة، وحطه في صندوق جديد، ودي له أساس إطار عسل من أي خلية، وأدي إطار أساس من اليمين وإطار أساس من الشمال، ولا حتى بعد الحضنة إطار أساس بعد العسل يعني أو قبل العسل، واحد من اليمين واحد من الشمال أفضل يكون إطارين أساس، وخلاص اتركها تبدأ رحلة جديدة مع هذا النحل. النحل الذي في الحضنة هيخرج بعد أيام ويصبح يقدر يغطي إطارين، وأنت نزعت الإطار وفوق النحل من اليمين والشمال، فيبدأ يتنشط، وخصوصا إذا أعطيته عجينة أو نقلته إلى مكان فيها مرعى. الخلية الأصل البيوت الملكية الذي فيها لا تخربها كلها، شوف لك خرب أي بيوت، إذا شفت فيه بيوت، إذا رأيت عندك بيوت مغلقة اترك من البيوت المغلقة 2 ملكيين،
تمام، وأعدم بقية الملوك الملكات تماما، هذا في الخلية الأصل، أعدم بقية الملكات تماما، بقية البيوت الملكية تماما. طبعا المفروض أنك أنك تفعل هذا الأمر، وعاد البيوت الملكية كلها مفتوحة. ليش؟ لأن النحل عندما يغلق أول بيت الملكة تخرج في إطار جديد، أنت سبقها خذها على جنب، خذها بإطار حضنة مغلقة وحطها في خلية جديدة، ودي لها إطار عسل، ودي لها اثنين إطارات عن اليمين وعن الشمال، وخليها قد هي خلية يعني زي ما تقول طرد مقسوم طرد جديد أو قسمة جديدة. الأصل اترك من البيوت الملكية المفتوحة كلها، المفروض يكون مفتوحة كلها، تصرفت بدري، اترك اثنين، اترك اثنين، شوف احسن بيتين ملكين واتركن، وهدم الباقي كلهن. اذا استطعت ان تقفص على واحد منهن بعد الختم، بعد ما تشوفه غلق النحل، قفص على واحد منهن كالاحتياط، يعني ان خرجت الملكة من ذاك البيت الثاني وتلقحت اهلا وسهلا، ما تلقحت معك واحد احتياط في الخلية. الملكة الخلية باشتغل بشكل طبيعي، وباتجلب الرحيق، وباتعبي لك عسل احسن ممتاز بانتاجية ان شاء الله ممتازة، وباتخرج العذراء، واذا كان في الذكور، واكيد في الذكور سواء من منحلك او من المناحل المجاورة، ستتلقح بشكل جميل جدا، وما يكمل الموسم الا وقد معك ملكة جديدة وانتاج ممتاز. اذا كان قصدك عندي خلايا، بمعنى انه عندك اجباح وتريد ان تطرد، وانت دخلت الموسم، يعني بدأ الموسم عندك، في هذا الحالة يا اخي الاجباح معك حل وحيد، او حل ممكن تطبقه، وهو ان تقص جميع الاقراص، وتنظف الجبح من جميع العسالة الذي فيه، وتعتب الحضن من الخلف، يعني قطعت الجبح من أوله إلى آخره، خرج معك مثلا 5 أقراص عاد فيها حضنة، خرب كل البيوت الملكية، كل البيوت الملكية خربها وعتبها من الخلف، عتبها من الخلف، يعني عتبها في آخر الصندوق من وراء. طبعا التعتيب يجعل النحل او يجعل الملك انه ما تبيضش في هذه الاقراص، وينصرف النحل عن التطريد، ويبدا في جمع العسل والبناء. والله تعالى اعلى واعلم. جبنا لك كل ما لدي من توقعات، لانه صعب الان احصلك، اسالك وتجيبني اعتقد.